فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية. قال رحمه الله: وفيه صحيح مسلم عن يزيد بن الأصم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كان الدين عند الثريا لذهب به رجل من فارس، أو قال من أبناء فارس، حتى يتناوله. وفي رواية ثالثة: لو كان العلم عند الثريا لتناوله رجال من أبناء فارس. وقد صدق وقد ظهر مصداق هذا الحديث الشريف في أن رجالا من أهل فارس برزوا في الإيمان وفي العلم، كما هو معلوم من كتب التراجم والتاريخ ومن آثارهم العلمية التي خلفوها. فها هو البخاري رجل أعجمي، وها هو سيبويه مبرز في اللغة العربية هو رجل أعجمي، أبو حنيفة رحمه الله أول الأئمة الأربعة كان أعجميا كان فارسيا، وهكذا. فهذا مصداق لقوله تعالى: وآخرين منهم لما يلحقوا بهم، ولقوله صلى الله عليه وسلم: لو كان الإيمان عند الثريا يعني في السماء لناله رجال من أهل فارس، يعني بجدهم واجتهادهم وإيمانهم، ولم يضرهم كونهم من العجم. والأصل في هذا قوله تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. قول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا فضل لعربي على عجمي ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى، كلكم لآدم وآدم من تراب. نعم. وقد روى الترمذي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم، أنهم من أبناء فارس، إلى غير ذلك من آثار رويت في فضل رجال من أبناء فارس. نعم. وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثاله، هذا فيه دليل على أن الله يحفظ هذا الدين ويهيئ له من يقوم به. فإذا تولى عنه قوم من العرب قد ييسر الله له قوما من العجم، لأن هذا الدين ليس للعرب وحده، وإنما هو للبشر كلهم، لبني آدم كلهم، البشرية كلها. فإذا أعرض عنه قوم فإن الله يقيض له قوما آخرين إلى أن تقوم الساعة، والله يهيئ لهذا الدين من يقوم به. بل ورد أن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر، فهذا الدين محفوظ بحفظ الله سبحانه وتعالى. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: ومصداق ذلك ما وجد في التابعين ومن بعدهم من أبناء فارس الأحرار والموالي مثل الحسن وابن سيرين وعكرمة. نعم. مصداق ذلك في يعني الآية والحديث. نعم. في أن الإيمان لو كان عند الثريا لتناوله رجل أو رجال من أهل فارس، مصداق ذلك فيما ظهر من الأئمة المبرزين من الفرس من الأعاجم، مثل الحسن البصري، الحسن بن أبي الحسن البصري إمام التابعين، ومثل ابن سيرين محمد بن سيرين الإمام الجليل وهو من العجم. نعم. وعكرمة مولى بن عباس، وعكرمة البربري مولى بن عباس كذلك. نعم. إلى من وجد بعد ذلك فيهم من المبرزين في الإيمان والعلم، في الإيمان والدين والعلم، حتى صار هؤلاء المبرزون في ذلك أفضل من أكثر العرب. نعم. كالإمام البخاري وغيره من المبرزين في علم الحديث، وابن ماجه والنسائي وغيرهم من رجال الفرس الذين من الله عليهم بالإيمان والدين حتى صاروا أفضل من كثير من العرب الذين لم يلحقوا بهم في العلم والفضل. هذا شيء معروف، وكتب التراجم حافلة بأسماء هؤلاء ومؤلفاتهم تشهد لهم. فأصحوا كتابا بعد كتاب الله صحيح البخاري وهو من الأعاجم. وهكذا، فالعلم والدين ليس حكرا على جنس من الأجناس، وإنما كل من قام به وصدق في قيامه به فإنه ينال هذا الفضل وهذا الشرف ولو كان من العجم. نعم. قال: وكذلك في سائر أصناف العجم من الحبشة والروم والترك، وبينهم سابقون في الإيمان والدين لا يحصون كثرة على ما هو معروف عند العلماء. نعم. وظهر في بقية الأجناس البشرية كالبربر والترك
الروم والروم وغير ذلك، من برز في العلم والدين والإيمان والجهاد في سبيل الله عز وجل. وها هي بلاد الأندلس في أوروبا، الزهرة العظيمة التي ازدهرت بالعلم والإيمان بسبب الفتح الإسلامي والجهاد، برز منها علماء من الأندلس وحركة علمية هائلة.